موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من سأل الناس تكثرا. قال: باب من سأل الناس تكثرا. وذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا أحمد أهل الجمع كله. وقال معلى: حدثنا وأيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من سأل الناس تكثرا. من سأل الناس تكثرا. وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما ممكن يعتاد الإنسان على سؤال الناس، بيعتاد، قد يكون به حاجة أو فاقة، وقد يكون به عوز، فيضطر إلى سؤال الناس. لكن بعد ذلك ممكن أن يعتاد على هذا الأمر بعدما أغناه الله عز وجل، ولكن اعتاد على سؤال الناس فأصبحت عادة عند هذا الإنسان، لم يقلع عن الطلب أو عن سؤال الناس حتى بعدما أغناه الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال: من سأل الناس تكثرا، يبقى عنده ما يكفي. قلنا قد يبدأ الأمر وليس عنده ما يكفي، بل في عوز وفي حاجة، لكن بعد ذلك وكأنه سقط عنه الحياة، سقط عنه الحياة، فعلى ذلك يقع المسائل بالناس ويطلب من الناس حتى يستكثر من هذا المال. قال: ما يزال الرجل يسأل الناس، يبقى اعتاد على هذا الأمر حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يبقى تساقط اللحم عن وجهه، ويتساقط اللحم عن وجهه. هنا في ابتداء الأمر ممكن يستحي الإنسان، وممكن يبقى على ذلك يعني يستحي كيف يسأل الناس، وهو على الرغم أنه به عوز وحاجة، ولكن هو بعد ذلك اعتاد على سؤال الناس، اعتاد أن يكون من أصحاب اليد السفلى، يعني لم يسعى أن يكون من أصحاب اليد العليا، ولكن اعتاد أن يكون من أصحاب اليد السفلى، وبالتالي يتربح ويتكسب من خلال هذا الأمر. ثم ذكر وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. دايما كده يعني العامل الأساسي لاستقامة الإنسان على أمر الله هو تذكر الآخرة، تذكر الآخرة دايما. والكلام ده بنجده كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن المحرك لفعل الطاعة هو رؤية الإنسان للآخرة، وكذلك المحرك لكي يقلع الإنسان عن المعصية أو المخالفات هو أيضا رؤية الأخيرة. رؤية الإنسان للأخيرة كرؤية حية، فحنجد أنه يبقى أكبر عامل بيعين الإنسان على أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان بيسأل، يبقى يسأل طال تكثرا ولا لحاجة أو يعني عوز. فعلى ذلك لو تذكر الإنسان يعني هذا الموقف يوم القيامة فلا يسأل تكثرا أبدا، ولكن حيستغني بما عند الله سبحانه وتعالى ويستغني برب سبحانه وتعالى، وإن سأل سأل بقدر هذه الحاجة،
يعني سأل بقدر هذه الحاجة لا يتعدى هذا الأمر. دايما رؤية الآخرة وتذكر الآخرة وبالآخرة هم يوقنون. يبقى إحنا بنحتاج دايما أن رؤية الآخرة تكون يعني رؤية حية يستصحب الإنسان ذلك في كل جوانب حياته وفي كل اللحظات دي بتحرك الإنسان لكي يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. قبل أن يتكلم الإنسان الكلمة بيرى يعني أين توضع هذه الكلمة في الميزان، قبل أن يتقدم بفعل يرى أين يوضع هذا العمل في الميزان، فيبقى رؤية الآخرة. وكما بينا أيضا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقال فليكرم ضيفه. يبقى كرم الضيف ده ما هو إلا صدى لإيمان هذا الإنسان الذي غرس في نفسه. لو كان إيمانا صحيحا ورؤية الآخرة بيستحضرها الإنسان يبقى يسعى لامتثال الأمر. وفي المقابل أيضا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقول خيرا أو ليسكت. يبقى كل دي أساسا سلوكيات، هذه سلوكيات، السلوك ده بينضبط دايما بالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. رؤية الإنسان دائما الآخرة هتحركه وتعينه على فعل الطاعات. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيه يا ترى اللي خلاهم يتحركون لكي ينفقون من أموالهم؟ قلنا مع الرغبة الشديدة داخل الإنسان للمال ولإمساك المال وحب الإنسان الشديد للمال والإنسان عنده حرص شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. يبقى الحرص على الحياة والحرص على المال، الإنسان عنده حرص شديد جدا على الحياة، كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكلنا أيضا يحب المال يعني يحب المال حبا جما حبا شديدا، ونال حب الخير لا شديد يعني حب نقول شديد يعني متمكن من داخل الإنسان، يبقى حب مركوز حب فطري كده للمال. ولكن لما نجد أنه هو بينفق من ماله ده المال محبوب للإنسان، يعني مش بينفق المال لأنه كاره للمال، مع حبه الشديد للمال ينفق هذه النفقة. طب إيه اللي حركه عشان ينفق؟ الرغم ان هو ما فيش يعني مقابل بينتظره، فيش عوض كده بينتظره يعني من هذا الذي اعطاه هذه الصدقه. النبي يعطي فقراء ومساكين وارامل ويتامى، كل دول ضعفاء لا ينتظر منهم يعني رد لذلك الامر، ولكن هو بينتظر الثواب والاجر من رب سبحانه وتعالى. يبقى ده مال كده بحكم الدنيا، دايما الانسان بيحب التجاره، لما بيدفع مال يبقى لابد ان ياخذ عوض لهذا المال. زي البيع والشراء، البيع والشراء تذهب الى البائع تشتري سلعه، يبقى عشان اساسا مقابل السلعه اللي انت هتاخذها من ذلك البائع يبقى بتدفع ذلك المال، يبقى المال بدفعه يبقى عوضا عن هذه السلعه الذي انتفع بها. ده اساسا دايما التجاره كده مبنيه على عوض، يبقى دفع شيء يبقى مقابل شيء، لكن هنا دفع مال، طب ايه المقابل؟ يبقى المقابل الدنيوي مش موجود اهو، ما بينتظرش حتى رد لهذا المال من هؤلاء الضعفاء، ولكن بينتظر الاجر والثواب من رب سبحانه وتعالى. يبقى ده الايمان بالاخره. يبقى نقول لماذا انفقت هذه النفقه؟ لماذا تصدقت بكل هذا المال؟ انتظر الاجر والثواب من رب سبحانه وتعالى. دي علامه على الايمان بالله اليوم الاخر، يعني يعلم انه هيوفى ذلك الثواب. يبقى دي علامه على ايه؟ على الايمان بالله واليوم الاخر. إيمانه بالله واليوم الآخر هو اللي حركه لكي يدفع ذلك المال انتظارا أن يعوض بهذا المال عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى ده المحرك دائما للطاعة، وده أيضا هو اللي بيعين الإنسان أن يبتعد عن المعصية أو المخالفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فأين هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا بيطلبوا يذهبون إلى آدم يعني بعد ما بيطول يعني معهم ذلك الموقف وأهوال يوم القيامة والأبصار الشاخصة يا رب يا سبحانه وتعالى، ينتظرون متى يقضي بين العباد، ومع هذه الأزمات والأهوال بيأتون إلى آدم عليه السلام قلنا لكي يشفع لهم عند ربهم ليبدأ في الفصل بين العباد. وآدم يحيل هؤلاء إلى نوح عليه السلام أو الرسول أرسل الله عز وجل
إلى أهل الأرض، ونوح عليه السلام يعني يحيل هؤلاء إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لا، فيأتي فيسجد تحت العرش، يفتح عليه من المحامد التي لم تفتح يعني عليه من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ليقضى بين الخلق. قال هو فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، باب الجنة، ومعلوم أن أول من يفتح له باب الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، أهل الحشر كلهم بما فيهم الأنبياء. يبقى ده موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أنا لها أنا لها. يبقى بعد ما ذهبوا لآدم عليه السلام يحلهم إلى نوح عليه السلام، يحلهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يحلهم إلى موسى عليه السلام، موسى يحلهم إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام يحلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسجد تحت العرش ويفتح عليه من المحامد التي لم تفتح عليه من قبل، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ودي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، هذا هو المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال مسأل الناس تكثرا، يبقى لحم الوجه يبقى يتساقط عن هذا الإنسان، أما تساقط أو سقط عنه الحياء، يعني سقط عنه الحياء، الحياء ده مانع، يبقى الإنسان ممكن يتردد، يا ترى أسأل هذه المسألة ولا أصبر واحتسب، كما بينا في المرة السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تصبر صبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى يصبر على الحاجة، يصبر، يصبر على الفاقة، يصبر، يبقى نقول الصبر وده خير عطاء يعطى العبد هو الصبر، صبر على ذلك المقدور وعلى هذه الابتلاءات. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. قال وكم الغنى، قال لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس الحافة. ده المسكين، مش معنى أنه هو فقير أو مسكين يبقى على ذلك يمد يديه إلى الناس يسأل الناس، ولكن دايما كده وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، والواحد يبقى عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف قلوب العباد، يعني الله عز وجل هو الذي يصرف قلوب العباد، يبقى تعلق العبد دايما بربه. ولما الإنسان يكون عنده عوز وحاجة ويعلم أن فلانا عنده مال وهذا رجل به سخاء وعطاء فقلبه بيطمئن، لو كان في فاقة وحاجة فسأل فلان، فلان لا يمنع سائل لا يرد سائل، فنجد أنه بيطمئن، يعني طمأنينة العبد تكون في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق قلبه بغير الله. يبقى إذا سألت فاسأل الله، سألت فاستعن بالله، ويقيني كده أن الله سبحانه وتعالى الذي يصرف قلوب العباد، وبالتالي كيف يفطن لفلان، الله سبحانه وتعالى الذي يصرف قلوب العباد لكي يفطن لفلان، فلان ده فقير أو مسكين ولكن ولا يسأل الناس إلحافا لا يلحف المسألة، يبقى كيف حينتبه إليه الناس، يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك، هو المتكفل. لذلك كما قال سبحانه يحسب الجاهل أغنياء من التعفف تعرفه بسيماه لا يسأل الناس إلحافا، يبقى ده محتاجة واحد بيتفرس يعني بيبقى عنده فطانة كده حتى يقرأ ما في حال هذا الإنسان من خلال طبعا القرائن. قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يبقى الجهاد بسبيل الله هو الذي منع هؤلاء من الشغال. نقول طب لماذا لم يعملوا، نقول الجهاد في سبيل الله منع هؤلاء شغلهم،
فلم يجدوا وقتا للعمل والتكسب والتكسب، يبقى ده خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى وبيعوزوا حاجة، يبقى احنا نفطن لهذا الإنسان. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا، يبقى بالمفهوم المخالفة كده لو كان الإنسان عنده حرفة أو عنده مهنة يبقى تكسب من خلالها، يبقى تكسب، يبقى إن كان عنده حرفة أو مهنة فهو غني، يبقى غني بمهنته، غني بحرفته، لأنه تكسب من خلالها المال. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان أو اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافاً، يبقى ليس عنده غنى أي ما يغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، مش المقصود الغنى اللي احنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل اليمن، قال أنه يأخذ الصدقة من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. الغني هنا اللي هو يدفع الزكاة يبقى من ملك النصاب، هذا هو عد الغنى، يبقى من ملك النصاب كان غنيا لأنه هيخرج مال، يبقى هيخرج زكاة المال. لكن هنا ولا يجد غنى يغنيه أي يكفي للحاجة، مش الغنى المقصود به أنه وصل إلى هذا الحد اللي هو ملك نصاب الزكاة، ولكن لا يجد غنى يغنيه، قلنا يعني لا يجد ما يسد يعني حاجة هذا الإنسان، يبقى هذا إنسان غني إن كان عنده ما يكفيه، يبقى هذا إنسان غني إن حاز ما يكفيه، يبقى لكن إنسان يعني ليس عنده ما يكفيه الحاجات أكثر من ما معه من مال أو طعام، يبقى ده إنسان مسكين، هذا إنسان مسكين يحتاج إلى المساعدة وإلى المعونة، ولكن لا يجد غنى يغنيه، يبقى يغنيه عن طلب السؤال عن الناس. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله، رزق كفافا يعني قول يعني ما يحتاج إليه، يعني ليس أقل مما يحتاج فيضطر للسؤال، وليس معه أكثر مما يحتاج فينشغل بذلك المال الزائد، لكن يعني الكفاف يبقى لا له ولا عليه. قال كفافا، قال يعني مالي وما علي، قال إن كان العقوبة بقدر ذنوبهم ومخالفتهم وصيانهم لك كان كفافا لا لك ولا عليك، يبقى ده كفافه إن أنا يبقى ما يحتاج إليه بيوفى له وليس معه مال زائد، أو إن هو يعني بيحتاج إلى بعض الأشياء لكن هو بيبقى كفافا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس عنده مال زائد هنشغل به، وكذلك أيضا يعني ليس بالفقير الذي يحتاج إلى سؤال الناس. قال ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان، وليس ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، يبقى لا يسأل الناس إلحافا، يبقى يستحي أن يسأل الناس عنده حياء، ولذلك كما بينا في الرواية السابقة حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزعة لح سقط عنه الحياء، سقط عنه الحياء، يبقى ليس معنى أنه مسكين ليس عنده حياء، لكن ده مسكين وعنده حياء لا يسأل الناس إلحافا ولا أساسا يعني يطلب من الناس، حياؤه بيمنعه، وربنا سبحانه وتعالى الذي يصرف قلوب العباد حتى يفطن لهذا الإنسان. أيضا في رواية عن الشعبي رحمه الله قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وده الشاهد من الكلام كثرة السؤال، فقال إن الله تعالى كره لنا ثلاثا القيل والقال، دايما الكلام ونقل الكلام، وإن الإنسان يعيش كده ويغوص في مسألة الكلام، حب قال وقلنا أو قال وقلنا، يبقى نقول محب ومكثر للكلام، غير لما يكون الكلام يكثر من الكلام بالذكر الله سبحانه وتعالى، وإضاعة المال
إضاعة المال فيما يعود عليه بالنفع سواء كان في الدنيا والآخرة. وكثرة السؤال، كثرة السؤال لا يقصد به السؤال في المسائل الدينية، ولكن يقصد به كثرة السؤال، إيقاع الحاجة بالناس، وسؤال الناس كثيرا كما بيّن من سأل الناس تكثرا. يبقى كثرة السؤال يسأل كثيرا، يبقى فلان ده كلما ما رأيناه إلا وقال يعني أنه في عوز وفي حاجة، دائما يشكو الحاجة والعوز، ده كثرة السؤال. أيضا في رواية تالية، رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصررته، فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما يعني، فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وأيضا في رواية عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، أقبل سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فكبكبه أي قلبه، أي قلبه مكبا أي أكب الرجل إذا كان فعل غير واقع على أحد، إذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهي وكببته أنا. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصحح لنا المفهوم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال للجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحف في المسألة، ما عندوش إلحاح، ليس عنده إلحاح، ولكن تراه متعففا ضمن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عنده عفة، ومن يستعفف يعفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيطلب العفاف ربنا سبحانه وتعالى بعين هذا الإنسان، وأن يستغني يغنيه الله دائما كده، لما بيستغني برب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيجعل ذلك الغنى في قلب هذا الإنسان، يستغني بربي عن الخلق. لما أيضا بيبقى عنده عفة أو استعفاف عن المسألة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا الإنسان عفيفا، يبقى الله مني يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى كل دي محتاجة إلى سلوك من الإنسان، أن يتصبر يصبره الله. يبقى ده أساسا إزاي وصل لهذه المرتبة؟ يبقى عن طريق ترويض النفس، دايما إحنا بنحتاج إلى ترويض النفس، أي خلق من الأخلاقيات هيكتسب يبقى عن طريق ترويض الإنسان لنفسه، ترويض الإنسان. يبقى إنما العلم بالتعلم، مش هنتعلم كده وأنا راغب في العلم فقط أو متمني للعلم فقط، ولكن أسعى سعي من طلب العلم، يبقى سعي. يبقى الإنسان يريد الغنى، يبقى لن يصل الإنسان لحد الغنى بمجرد الأمنية أو الطلب،
ولكن سعى سعي من طلب ذلك الأمر. يبقى عشان أتعلم أسعى سعي من طلب العلم، إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. يبقى أي خلق من الأخلاقيات هيكتسب الإنسان عن طريق الممارسة وغمس أو أن ينغمس في البيئة الصالحة التي تعينه على ذلك، وأيضا ترويض النفس. يبقى ترويض النفس عشان يبقى ده خلق عند الإنسان، أصبح دلوقتي من الصابرين، وكذلك وصل وحصل من العلم ما حصل من العلم، وأنك نتيجة لسعي لطلب العلم. يبقى المطلوب دائما كده ترويض النفس، وأن أنغمس دائما في البيئة الصالحة التي بتعين الإنسان على ذلك، لأن مش مجرد الأمنية، لكن يبقى الأمنية إزاي أصل إلى تحقيقها، حولها إلى هدف وأسعى الوصول إليه. يبقى لازم أسلك المسلك الذي أصل من خلاله إلى هذه البغية أو هذا المقصد، ويبقى دائما متطلب دائما تنغمس في البيئة الصالحة. يعني لابد أنك أنت تتخير البيئة الصالحة التي بتعين الإنسان دائما على طاعة رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ترويض النفس. يبقى لابد من مجاهدة النفس حتى أتمثل ذلك الخلق والسلوك يعني في نفسي. قال لا يسألون الناس إلحافا. قال وكم الغنى؟ يبقى كم الغنى؟ يبقى على حسب الماء. قال تؤخذ من أغنيائهم. يبقى الغنى ده اللي هو وصل ملك النصاب، ملك النصاب يبقى كان غنيا. لكن هنا كم الغنى؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم يجد غنى يغني، يبقى عن يغني عن المسألة، يبقى عنده ما يحتاج إليه، ممكن يبقى كفافا كده، ولكن هو ليس في عوز ولا حاجة. يبقى نقول ما يكتسبه من مال أو من أجرة بتكفي مطالب هذا الإنسان، يبقى عنده ما يغنيه. لو كان صاحب صنعة أو مهنة يبقى معه ما يغنيه، يعني يتكسب من خلال هذه المهنة وتلك الحرفة. يبقى قال ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، ما عندوش حاجة تكفيه، يبقى لطعام أو شراب أو كساء. وكذلك أيضا لكنه تراه يستحي من طلب المسألة أو إيقاع المسألة على الناس، لا يسأل الناس إلحافا. يبقى إنسان سأل ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني كتب ذلك لما كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا، القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أيضا هذه رواية عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وأنا جالس فيه، جاءه مال فقسم ذلك المال بين هذا الرهط. قال سعد بن وقاص رضي الله عنه وكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وأعجب إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه ولم يفطن إلى هذا الرجل، هو أعطى الآخرين ولم يعطي هذا الرجل. وسعد رضي الله عنه كان يعلم عن حال هذا الرجل، فقال فسررته، يبقى لم يتكلم عن الملأ، ولكن يعني تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سرا لينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل، عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إليه. فقلت ما لك عن فلان، يعني لماذا لم تعطي فلان؟ يعني ده طبعا سؤال بيستفسر، والله إني أراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. يبقى قال سعد إن أراه مؤمنا، فيصحح له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة. لو قال مسلما ده أوسع، هذا أعم وأوسع، يبقى مسلم. فقال أو مسلما، يعني حتى يعني لا تزكي إنسان أنه قد حقق الإيمان لا يعلم ذلك الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك قال مسلما. قال فسكت قليلا، لما قال مسلما رد عليه سكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، صحح له في كل مرة العبارة والتوجيه. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني أراه منه. قال أو مسلما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه، خشيت أن يكبى في النار على وجهه. يبقى لما أعطى دولة أعطاهم تأليف لقلوبهم،
مخافة ان هم ينحرفوا او يردوا الى الكفر بعد الايمان، فخشى على هؤلاء. اما فلان فانا لا اخشى عليه، يبقى لا اخشى عليه، يبقى ده قراءة، هذه قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خشى على هؤلاء النفر فاعطاهم المال تأليفا لقلوبهم حتى يستمروا على الإيمان وعلى أمر ربهم سبحانه وتعالى. طب فلان ده هو في حاجة وفي عوز، لكن فلان ده يبقى تركناه لإيمانه، تركناه لتقواه، يبقى ترك لإيمانه وتقواه، يبقى لا يتأثر بذلك الأمر، لا يتأثر، لكن لا يتأثرون، فلذلك أعطاهم، ولذلك قال إني لو أعطي رجل وغيره أحب إلي منه وخشيت أن يكب في النار على وجهي، يبقى اللي أعطاهم دولت مخافة إن هم أساسا ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى أو يردوا إلى الكفر بعد الإيمان، فكان يتألف قلوب هؤلاء. أما فلان الذي لم يعطيه يبقى على ذلك تمكن هذا الإيمان من قلبه فلا يخشى على هذا الإنسان. ثم ذكر أيضا قال عبد الله فكبكبوا أي قلبوا، قال مكبا أكب الرجل إذا كان فعل غير واقع على أحد، إذا وقع الفعل قلت كبه الله على وجهه وكببته أنا، يبقى فكبكبوا فيها والغاوون، يبقى أي أنهم ألقوا على وجههم في النار. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس، مش هو ده المسكين، يعني مسكين أو فقير، مش هو اللي عمال يطوف على البيوت على الناس يسأل الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ده المسكين، ده معناها ان هو مطلوب انك انت تبحث، ابحث عن الفقراء، ابحث عن المساكين، يبقى انت وكيل لفلان في دفع زكاة المال الى الفقراء، يعني مش كل من طرق الابواب كان فقيرا ومسكينا، يبقى حتى لو احنا هنرد هذا الانسان بقليل من الشيء، لكن اساسا هناك فقراء يعني يقطنون في اماكنهم وكذلك لا يسألون الناس، لا يسألون الناس، عنده عفة، عنده استعفاف يعني، وبالتالي على ذلك، ولكن ليس عنده ما يغنيه. المطلوب دائما ان انت ابحث وفتش، وحتى عشان ينفي الانسان عن نفس الجهال، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، في قرائن، يعني لابد من قراءة القرائن، يعني لا يسأل الناس الحافة، يبقى عنده استعفاف ولكنه في عوز وحاجة، نعرف الكلام ده في قرائن، قرائن يبقى يفطن الإنسان من خلالها، يبقى ده المسكين اللي مطلوب إن احنا نبحث عنه، مش مطلوب إن احنا نقوم بتوزيع المال أو تفريغ ذلك المال، كنت وكيلا عن إنسان مزكي، يبقى على ذلك معك مال ثم توزع هذا المال وتقسم هذا المال على الناس هكذا، لا ده أنت ابحث كده في طائفة من الناس عندها عفة وما زال الحياء هو كساء هؤلاء الناس ولا يسألون الناس إلحافا، فنبحث عن هؤلاء الناس، نبحث عن هؤلاء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يبقى عايزة ايه فطنة وعايزة كده رؤية وعايزة ان احنا ننتبه الى هؤلاء القوم، هؤلاء القوم يبقى ان كان حياءهم منعهم أن يسألوا الناس، لكن يعني لا نمتنع عن البحث عن أمثال هؤلاء، نعرفه بقى من جاري الأقرب، نعرفه أيضا يعني من يعني ممن كان حول هذا الإنسان، يبقى يعلم من حالي، جاره هيعلم من حالي، يعني جاره هيعلم من حالي، فممكن نسأل الجار أو نسأل من كان له علاقة بهذا الإنسان عن أحواله، قلنا حتى لو كان مسكينا أعطيناه من ذلك المال. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، بدل السؤال كده يبقى يحامي الإنسان على كتفه أو على عاتقه، وبالتالي يعني حتى يستغني بذلك عن طلب المسألة من الناس، يستغني بذلك حتى لا يسأل الناس الحافا. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل، يبقى ده معاه عنده عمله، في عمله، لن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو للجبل فيحتطب، يعمله
فيبيع فيأكل ويتصدق، ده هيبقى معاه مال كمان ممكن يتصدق من خلاله. قال: خير له من أن يسأل الناس. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب خرس التمر. باب خرس التمر. فذكر رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحاب خرسوا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، وإن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، قام رجل فألقته بجبل طين، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال: مرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل من المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وذكر رواية عن قال حدثني قال سليمان بن هلال قال حدثنا عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني سعيد، وقال سليمان عن سعد بن سعيد عمارة بن غزية عن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل نحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قال: باب خرس التمر. خرس التمر وبيان لمشروعية هذا الأمر. خرس التمر يبقى يعني بنظرة كده بيبقى هذا الرطب، بيقدر الرطب ده لما يحول إلى تمر، لما يبقى يابس يا ترى يبقى الرطب ده يبقى يأتي بكم من التمر، يبقى ده الخرس، يبقى ثمرة منها رطب ومنها يابس، من الرطب زي التمر زي التمر، يبقى الرطب ده رطبه والتمر ده يابس لما بيجف، يبقى الرطب ده لما يجف يبقى نقوله 10 كيلو من الرطب، لما يجف يبقى يأتي بكم من التمر، يبقى ده الخرس كده. الخرس ده محتاج إلى خبرة في ذلك الأمر، والخرس ده أمر مشروع، يبقى فيها التوسعة، يبقى فيها التوسعة على أرباب المال ذاتهم، قلنا حتى يطعم ويأدي ويبيع إلى غير ذلك. فبيبقى صاحب النخل ده يبقى بيتم خرس يعني هذا التمر، يبقى الرطب ده لو جف يأتي بكم من اليابس من التمر. فلذلك قال مشروعية الخرس، يبقى ان احنا اساسا بنقدر الرطب الذي على النخل لو تحول الى تمر يبقى يأتي بكم، قلنا عشان احنا نقدر الزكاة، يعني مش هننتظر كده لما يجمع الرطب ثم يحول إلى يابس وبالتالي نبدأ نقدر هذا الشيء، لكن لا تقديره فيها منفعة، يبقى ده مشروعية هذا الخرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل نخرس على الناس، وكذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نخل هذه المرأة. يبقى الخرس ده لفوائد، منها فيها التوسعة على أرباب الثمار، إن هو يتناول منها يهدي منها ويبيع منها، وأيضا يهدي إلى جيرانه من الفقراء وغير ذلك. يبقى الخرس ده بيخليه حر التصرف، حر التصرف بعد ما تم خرس ذلك التمر. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، ودي آخر غزو غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها لا بستان ولا نخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرسوا. قال أصحابي: اخرسوا، يعني شوفوا النخل ده الرطب ده يجيب قد إيه من التمر. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال إن الرطب ده لما يحول إلى تمر يجيب 10 أوسق، وطبعا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 أوسق
صدقة، يبقى ده النصاب اهو 5 أوسق. قال النخل ده لما الرطب ده يحول إلى تمر حياتي بعشرة أوسق. فقال أحصي ما يخرج منها، يعني أحصي بقى ما يخرج منها. قال فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، وما إن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. يبقى هو صالح النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية، صالح النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البغلة وكساه أيضا بردا وكتب له ببحرهم أي ببلدهم، وأقره على مسألة الجزية، تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فلما أتى وادي القرى قال المرأة كم جاءت حديقتك. يبقى هو لما رجع مر على المرأة وقال لها الحديقة دي أنتجت قد إيه؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قدر. قال إن ثم قال إن وده الشاهد من الكلام خرص التمر، مشروعية هذا الأمر، وإن الخرص ده ليه منافع. يبقى أولا نحن بنحفظ حق الفقير، هذه مسألة. الأمر الثاني فيها توسعة على أرباب المال، إن هو يأكل منها يبيع منها بعد ما يزرع الثمرة، وكذلك يهدي الجيران أو الفقراء لا التصرف. يبقى نقوله كده والله هذه هتأتي بكم؟ يبقى 10 أوسق. يبقى يا ترى المقدار يكون إزاي؟ يبقى المقدار قد كده، يبقى إحنا مطلوب منه الزكاة قدرناها خلاص، قدرنا نقول تصرف المال كما يعني شئت، لنا صدقة أو زكاة إحنا نأخذها من هذا الرجل مقدرة خلاص، مقدرة ده قبل ما يجف التمر، قبل ما يجف الرطب ده. يبقى ده الخرص قلنا فيها منافع، فالشارع طبعا يعني يبين مشروعية هذا الأمر وإنه فيها مصلحة أولا للفقير حتى نحفظ حق هذا الفقير في هذه الثمار، وكذلك أيضا فيها حظ للمزكي، قلنا أنه يتصرف في ماله ولم نقيده في التصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل للمدينة حيسرع الخطى، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. قال فلما أشرف على المدينة، خلاص اختاروا على المدينة وظهرت بقى بيوت المدينة، قال هذه طابة. فلما رأى أحدا جبل أحد قال هذا جبيل نحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشل، ثم دور بني سعيدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خيرا، في كل دور الأنصار خيرا. أحد جبل يحبنا ونحبه، نحبنا ونحبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحد جبل يعني هم يحبوه وهو أيضا يحبهم، يبقى أثبت له ذلك الأمر. وقال عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة. إيه الحديقة؟ يبقى كل بستان عليه حائط أساسا، ومن لم يكن عليه حائط لم يقل أي حديقة، يبقى دي الحديقة. قال لما مر على حديقة هذه المرأة، يبقى إذا امرأة في حديقة لها، في حديقة لها، ده مقصود أنه كل بستان عليه حائط فهو حديقة كما قال الإمام البخاري رحمه الله. شاهد من كده يبقى خرص التمر إن ده أمر مشروع، وهو ان احنا نقدر ما على النخل من رطب ان جف ويبس يا ترى ياتي بكم من التمر. لو كان اساسا حياتي بخمسه اوسق يبقى هيبقى فيها صدقه، يبقى الصدقه كذا، نذكر طبعا بعد كده بيان الصدقه دي تكون مقدارها قد ايه، لكن ده النصاب. ان كان دون الخمسه اوسق يبقى ليس فيها شيء، كان خمسه اوسق فما زال يبقى فيها الصدقه. قال ليس فيما دون خمس أوسق صدقة إلا أن يتطوع ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. احنا يعني ذكرنا تقدير مسألة نصاب الأنعام سواء كانت من إبل أو بقر أو غنم، وكذلك أيضا يعني المقدار الذي يؤخذ أو يستحق في هذه الأنعام، في هذه الأنعام، وأيضا عروض التجارة، وأدي في الرقة ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في الثمار والزروع، يبقى الثمار والزروع قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى أولا ده النصاب، بعد كده ترى طب المقدار المستحق في هذا المال. قال
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، يبقى العشر 10% وبالماء الجاري، يبقى العشر فيما يسقى من ماء السماء ونصف العشر بما يسقى بالنطح، يبقى بالنطح، يبقى لو يبقى 5% أو 10%، يبقى إما تكون 5% أو 10% حسب نوع السقيا، حسب نوع السقيا. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في العسل شيئا. وذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول أنه لم يؤقت في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء والعشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. ثم كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يعني هذه المسألة قاله عبد الله اللي هو الإمام البخاري رحمه الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت، قال والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. كلم على المسألة العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، هل الكلام ده ينطبق على أي زرع ولا في نصاب؟ الرواية قالت فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، أطلقت الكلام، أطلقت الكلام، وما سقى بالنطح نصف العشر. يبقى كأن لما أخذ بظهر الرواية دي عموما هذه الرواية، يبقى تفرض الزكاة في كل زروع وفي كل ثمار بغض النظر عن المقدار، وكذلك أيضا وكأنها تفرض على الخضروات، على الخضروات. الكلام ده وإحنا الرواية دي بعمومها، لكن بيأتي الرواية التي تخصص الرواية دي، وده كلام الإمام البخاري رحمه الله اللي هو تكلم به، قال هذا تفسير أول، ثم ذكر الكلام، وذكر حتى في نهاية الكلام قال والمفسر يقضي على المبهم، يعني يقضي على المبهم. وقال أيضا يعني كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فالمثبت دائما مقدم على المنفي، فالمثبت مقدم. أنا بتكلم على قواعد، يعني بتكلم على قواعد، إيه القواعد بقى الحاكمة لهذه المسألة؟ إن كان هناك عام هناك خاص، إن كان يعني هناك إثبات وهناك إيه نفي، يبقى أيهما يقدم؟ في قواعد قلنا هذه القواعد بتبقى حاكمة، هذه القواعد بتبقى حاكمة، بدي قواعد من استقراء طبعا النصوص. يبقى بين العلماء أن العام ممكن لو كان هناك في دليل خاص يخصص العام بالخاص، وإن كان أيضا يعني هناك مثبت هناك من أثبت وهناك من نفى، يبقى من نفى ترى يوما يقدم المنفي يقدم على المثبت ولا المثبت يقدم على المنفي. بدأ بيان للإمام البخاري رحمه الله، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.